فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا قمت بتعبئة البنزين فإن العامل في المحطة يعطيني مناديل، فهل يجوز لي أن أقبلها؟ هذا يبون يرغبون، يجون لمهم يعبون من عندهم، هذا معناه الإضرار بأصحاب المحطات الأخرى اللي ما يقدمون شيء، هل يجوز هذا؟ نعم، ولا تأخذه. نعم، فضيلة إلا الشيخ، إن كان يقال هذا تافه ولا هو بشيء، ولكن هذا يفتح باب شر على الناس. نعم.